أول فرقاطة مصرية الصنع تنضم إلى الجيش العاشر في العالم. مصر احتفلت بأول سفينة عسكرية مصرية أنتجتها ترسانة الإسكندرية، انضمت القوات البحرية المصرية. مصر الآن بتمتلك الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي. في تحديات كبيرة جدا في البحر المتوسط، تحديات كبيرة جدا في البحر الأحمر، مشكلة اللاجئين وتهريب السلاح وما إلى ذلك في البحر المتوسط، إنما كمان المشكلة عند باب المندب ومشكلات أخرى تهدد البحر الأحمر. علشان كده في إطار استراتيجية كاملة لتحديث الجيش المصري في عهد الرئيس السيسي، تم تطوير القوات البحرية المصرية. دلوقتي القوات البحرية المصرية من أكبر 10 قوات بحرية في العالم، والجيش المصري من أكبر 10 جيوش في العالم. الجديد أن هذه الفرقاطة التي تم إنتاجها في مصر هي أول فرقاطة مصرية الصنع تنضم إلى القوات البحرية المصرية. الأمر ليس فقط تسليح الجيش المصري الذي أصبح فيه حاملات مروحيات وفرقاطة مصرية الصنع وأسطول شمالي قوي وأسطول جنوبي قوي، بالإضافة إلى باقي القوات المسلحة المصرية المتميزة للغاية، وإنما الأمر أيضا يتعلق بالتدريب، ليس فقط التسليح وإنما التدريب. كثيرة هي المناورات العسكرية في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر. إذن في استراتيجية كاملة لتحديث الجيش المصري فيها أحدث الأسلحة من العالم، إنما الآن أيضا أحدث الأسلحة من إنتاج مصري. القوات البحرية هي القوات البحرية رقم 10 في العالم، انضمت إليها الفرقاطة المصرية، هي أول فرقاطة محلية الصنع تنضم إلى القوات البحرية المصرية.